أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. تسود أجواء نوعا ما مغبرة مع تربة مثارة في العاصمة الرياض خلال فترة الإفطار مع 35 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة 11% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نهار اليوم، نبدأ من منطقة تبوك تبقى تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار 37 22، سكاكا 38 إلى 24، عرعر 38 إلى 24. المنطقة الغربية نبدأ من المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 37 إلى 26، مدينة جدة 40 إلى 29، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 31 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 21، أبها 29 إلى 19، جازان 37 إلى 32. المنطقة الشرقية حفر الباطن 40 إلى 27، الإحساء 40 إلى 25، الدمام 38 إلى 24. المنطقة الوسطى الرياض طقس غائم جزئي 38 إلى 26، بريدة 37 إلى 25، وحائل فرصة لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات المساء 35 إلى 23. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.